السلام عليكم. أرمينيا بها الكثير من الغرائب والعجائب الطبيعية. فوق جبال أراكاس توجد منطقة خالية من المجال المغناطيسي، يعني السيارة لو توقفت على منحدر الجير نخليه على الان او بوش والشارع منحدر والسيارة فوق، المفروض السيارة تسرح نحو الاسفل، لكن من خلال هذه الظاهرة السيارة بالعكس ترتفع للاعلى، وهذه الظاهرة احنا مصوريها على اليوتيوب ناشرها تقدرون تشوفوها، ظاهرة فيزيائية غريبة فوق جبال أراكان. اليوم الظاهرة الاخرى في أرمينيا تحدث ان الغيوم تنخفض. نازل على الجبل وعلى البحيرات. الشارع. شوف النوارس اللي هناك. شوف وين واصل، شوف السيارات. ثلاث نفرات ذاك اليوم ماني. شباب كرمات سفة. شوف المنظر ابو لا بعد وين؟ لا يجيك النفق بس اكو نفق جوال الجبال. شنو المنظر مال غيم بالجبل؟ انت العموم مال شو اسمه؟ قبل قليل تكلمنا قلنا سندخل بالسياره من داخل الغيوم، هذا الغيوم امامنا. هذه السيارات امامنا دخلت بالغيوم. نحن نقترب من ديليجان. ديليجان منطقة سياحية رائعة في أرمينيا وتعتبر جنة الأرض في أرمينيا. جينا وقت متأخر نرجع. شوف هذا شيء يبين بالليل مستحيل تشوف. طبعاً ما يبين. أنا جيت خو عدة نوبات هنا ما شفت المصادة من هذا. أي هذه الظاهرة قليلة. ما صادف ابد ابد ما صادف هاي وين نوبه. النفق اللي نعبره نصير بدليجان مباشره راسا تتغير الطبيعه تماما، تجي غابات كلش كثيفه. هذا هسه الغيوم صارت فوق تقريبا بالوادي صرنا يعني نعم هسه احنا بالوادي.